السلام عليكم الاخوه الكرام وتحياتي لكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم هذه المفاجاه هذه الزوينه، وهو جهاز كشف المعادن والذهب تحت الماء. وهذا الكاشف هذا عنده جوج ديال الاستعمالات، انك تقدر تستعمله تحت الماء وكذلك فوق الرمله. واجي نوريكم هذا الكاشف هذا. نفتحه على بركه الله كاشف المعادن. بسم الله، هذا هو كاشف المعادن سكوبا تيكتور برو، فهو متعدد الاختصاصات، صراحة جميل بزاف. وكذلك تقدر تستعملو تركب له واحد العصا هنايا وتستعملو حتى فوق الرملة، ماشي غير في الغطس تحت الماء. والديسك ديالو فهو كبير الحجم، صراحة جميل بزاف. المهم نشوفو شنو في الصندوق ومن بعد نقومو بالتجربة ديالو. هنايا كاين الكتاب ديالو، الكتالوج اللي بغى يقراه ويشوف الخصائص ديال الجهاز. وهذه لا فاكتور ديالو. الجهاز راني خديته من تيندا ديتيكتور من عند الصديق ديالي بابلو. غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت الرابط اولا المعلومات ديال بابلو اللي بغى يشري من عنده شي جهاز اولا بغى يتواصل معاه. بداخل الصندوق كاين هنايا مجموعه ديال قطع الغيار ديال الجهاز، الا ضاعت لك شي قطعه فكاين هنايا البديل ديالها. وكاين هذه باش ما تفقدش الجهاز ديالك اثناء السباحه، صراحه جميله. كذلك كاين هذه اللي فيها الشعار ديال الشركة، وكذلك كاين هذه اللي تقدر تستعملها كذلك أثناء الغطس باش تحتفظ على الأشياء اللي لقيتيها. أي حاجة لقيتيها تقدر تحتفظ بها هنايا، فهي ديال الغطس، لأن لاحظوا هنايا تقدر يدوز الماء، صراحة جميلة. فهو جيب جميل، لاحظوا. وكذلك أهم حاجة وهي هذه تقدر تستعملها هنايا في الرأس ديال الجهاز، تركبها هنايا، تقدر تركبها هنايا ودير عصا للجهاز ويولي كاشف المعادن فوق الرملة، صراحة جميلة بزاف. ودابا غادي نعرفوا الجهاز كيفاش كيشعل. الجهاز عنده جوج ديال لي بوطون هنايا، هذه باش كيشعل، هنايا عنده واحد البانطايا ليد، وكذلك هنايا عنده واحد الضوء باش كيساعدك اثناء الغطس. هذا البوطون هذا الجهاز يقدر يشتغل على المود ديال الصوت اولا بالفيبراسيون. وكذلك هنايا في الداخل يعني في الظهر ديال الجهاز كاينه واحد المساله مهمه خص الجميع يعرفها. انفتحوه وغادي نوريها لكم. لاحظوا هنايا كاين واحد جوج ديال لي بوطون، هنايا ديال الريستار، وكذلك هذا البوطون هذا ديال اثناء الغوص اكثر من 10 المتر، كتبرك عليها وكيولي الجهاز كيستغل على اعماق اللي كتفوق 10 ديال المتر. ودابا غنقومو بالتجربه ديالو على خاتم ديال الذهب. هذا الخاتم هذا غنخليه لكم في الوصف في الفيديو فين لقيتو. لاحظوا هنا كيبان واحد الشراطي كيف ما كتشوفوا، يعني كيعطيوك يعني العمق شحال، لاحظوا، وحساس للغاية، ممتاز. هذا أورو، ممتاز للغاية. القطع النقدية لاحظوا على مسافة كبيرة كيستطع يلتقطها. وهذا الخاتم هذا حتى هو لقيته في واحد الفيديو غنخليه لكم في الوصف. هذا راه صدق ذهب الدراري، هذا راه ذهب. انا كنت كيسحبتني فضه ولكن انه ذهب بيض فيه الطابع. لاحظوا اشاره قويه كذلك. وهنايا الشعار ديال البطاريه، ملي كيفقد الجهاز البطاريه ديالو فكتشعل لك هنايا بالاحمر. بصراحه جهاز ممتاز، غادي نستعملوه في لي فيديوهات الجايه ان شاء الله في الغطس. ممتاز للغايه. وكما سبق لي قلت لكم راك تقدر تستعمله حتى فوق الرمله، تركب له واحد العصا وتشتغل به ككاشف معادن يعني فوق الرمله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه ويدعمنا بواحد لايك. مازال فيديوهات جداد غنقوم بهم بالغطس تحت الماء بجهاز كشف على المعادن والذهب، كنتمنى ان شاء الله حتى هما ينالوا الاعجاب ديالكم. وخليتكم بخير وعلى خير، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.